فعاليات اختتام النسخة الثانية من منتدى جول كانت مناسبة للقيمين على المنتدى، عبروا من خلالها على التطلعات التنموية التي يهدف إليها المنتدى المنظم بالتعاون بين بلدية جول وأبناء جالياتها في الخارج، وذلك من خلال توسيع التعاون والشراكات التنموية ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية التي من شأنها خلق فرص للعمل. وفي هذا السياق رحبت وزيرة التشغيل والتكوين المهني بأهداف المنتدى داعية إلى الاستفادة من المقدرات التنموية المحلية للبلدية. Conformément au programme électoral Tahoudati de son excellence le président de la République. انطباقا من برنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية، فإنني أؤكد لكم دعمنا لكل المبادرات التي تهتم بالتنمية المحلية واستغلال الموارد الطبيعية لبلدية جول. إن قطاع التشغيل والتكوين المهني مستعد لمواكبة المشاريع التي توفر فرص العمل للشباب والنساء، وهنا أحيي جهود المرأة في جول والتي تتواجد بشكل كبير في مختلف الأنشطة التنموية وخاصة الزراعة. عمدة بلدية جول السيد عمر عبد الله لي أشار في كلمته بالمناسبة إلى الدور التنموي الذي يلعبه أبناء جالية جول في الخارج، مثمنا التوأمة بين بلدية جول وبلدية نوازيل سيك الفرنسية وما أعطتهم النتائج جيدة على حد تعبيره. كما عبر السيد أوليفيا سارا بيروس عمدة بلدية نوازيل سيك الفرنسية عن ارتياحه لهذه التوأمة داعيا إلى تعميق الشراكة بين البلديتين لتحقيق نتائج أفضل. محطات المنتدى قادت وزيرة التشغيل والتكوين المهني رفقة السيد أحمد نولسيدبا ولي غورغول إلى واحد من المشاريع النموذجية التي يقيمها أحد أبناء جاليات جول في الخارج، حيث يشتمل هذا المشروع الذي تقدر مساحته بأربعة هكتارات على مكونات عدة، من بينها مكونة لتربية الأغنام والأبقار بالإضافة إلى مزرعة للدواجن، فضلا عن حقل زراعي للخضروات والأرز والأشجار النادرة. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، بلدية جول.